بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. السؤال الثالث والشكل الثالث، متوازي المستطيلات. يعني احنا لما نخلص، انا في رأيي لما نخلص ان شاء الله الدرس دوت هيكون يعتبر احنا خلصنا الجبر، فاضل ثلاث أسئلة كلهم يعني خفاف شوية. هو ده خفيف بس مليان ايه، مليان يعني أفكار وحاجات يعني وقوانين وأفكار كتيرة وأشكال كتيرة. بس الدروس اللي جاية يعني خفيفة شوية عندها، وبالتالي إن شاء الله لما نخلص دوت تكون إيه، يعتبر خلصنا جزء كبير من المنهج بالنسبة للجبر. فنركز إن شاء الله في الدرس دوت، وربنا يسهل في الدروس الجاية إن شاء الله على خير. متوازي المستطيلات، متوازي المستطيلات قلنا طبعا كل شكل وليه ايه، قانونه. هو احنا اصلا قلنا متوازي المستطيلات ده عبارة عن، عارفين علبة الكبريت كده، هو زيها بالظبط، نفس الشكل بتاع علبة الكبريت، نفس الشكل، هي هي مستطيل ومستطيل ومستطيل، كل مستطيلين طبعا قصاد بعض قد بعض، يعني المستطيل ده اللي احنا شايفينه بره ده قد المستطيل اللي هناك اللي هو ده، والمستطيل ده اللي هو بعيد ده اللي احنا يعتبر مش شايفينه قد المستطيل ده اللي عندنا، والمستطيل بقى اللي فوق قد المستطيل اللي تحت. المستطيل اللي فوق ده خالص اللي احنا شايفينه، يعتبر ان هو مغطي على المستطيلين اللي هناك دي اللي احنا مش شايفينهم، قد طبعا ايه اللي تحت اللي هو مستقر عليه المستطيل. المهم ايه، ده عبارة عن مستطيل. يعني في المكعب احنا كنا بنتعامل، في المكعب احنا كنا بنتعامل مع مربع، يعني كل الأطوال زي بعض، إنما هنا متوازي المستطيلات طبعا بنتعامل مع مستطيل، كل مستطيلين بقى قد بعض قصاد بعض زي بعض. هنا يعني هنا عندنا العين، الارتفاع ده الارتفاع ده الارتفاع ده الارتفاع، العين التلاتة دول ارتفاعات اللي هو ايه قايم عليها، زي كده بنحط علبة الكبريت هي قايمة على عواميد، فتعتبر العين دي هي العمود اللي قايمة عليه. وبعد كده السين والصاد، دي السين مثلا وكمان الصاد اهي، دي الصاد، دول ابعاد المستطيل. المستطيل اللي تحت، ابعاد المستطيل اللي تحت، ما عين ده برضك يعتبر بعد، بس بعد ايه المستطيل اللي عندنا ده اللي هو باللون الاخضر اللي انا هظلل عليه، ما ده بردك العين ده يعتبر ايه بعد المستطيل ده، ده تعتبر مثلا طوله او ده عرضه وده طوله الصاد، ده عاملين مستطيل. بس ايه، هو العين هو ارتفاع بما انه هي هو ايه واقف الكبريت، او اي مثال متوازي المستطيلات. حتى مثلا الأوضة اللي احنا فيها هي مثال حي لمتوازي المستطيلات. طبعا قلنا القوانين بتاعتها، المساحة الجانبية بتاع المساحة الجانبية بتاع متوازي المستطيلات بيساوي محيط القاعدة في الارتفاع. الجانبية خلي بالكو، الجانبية الجانبين، لو الكلية كانت هتساوي مساحة القاعدة، إنما الجانبية عبارة عن محيط انا ما اعرفش ايه اللي حصل في الصفحة، بس هي كده المساحة الجانبية على عبارة عن محيط القاعدة في الارتفاع، محيط القاعدة في الارتفاع. المحيط القاعدة هو هنا ابعاده س وص. طب يبقى احنا عندنا مربع ابعاده س وص، محيط المربع الطول في العرض، ماشي. وطبعا
أو الجانبية. عن 2 س زائد ص، 2 س زائد ص في الارتفاع اللي هو عين. احنا ممكن نستنتج القوانين دي ان شاء الله، نبقى نستنتجها ان شاء الله في جزء كده صغير بالنسبة لها. فبالتالي محيط القاعدة بيساوي 2 س زائد ص في عين، ده المساحة الجانبية. المساحة الكلية هي المساحة الجانبية زائد ضعف مساحة القاعدة. المساحة الكلية بيدينا المساحة الجانبية زائد ضعف مساحة القاعدة، علشان في مستطيلين فوق، وبالتالي هي 2 س زائد ص في عين زائد 2 س ص. طبعا ما ينفعش نحل الأسئلة غير بالقوانين دي. والحجم بيساوي، الحجم بيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع، ده حجم أي حاجة مساحة القاعدة في الارتفاع. مساحة القاعدة عندنا القانون، مساحة القاعدة على طول س في ص في عين، وحدة طبعا مكعبة لازم نبقى عارفينها ضروري جدا جدا جدا. أي مسألة هتقابلنا في متوازي المستطيلات. السؤال الأول بيقول متوازي مستطيلات أبعاده جذر 2 وجذر 3 وجذر 6، عاوز مساحته الجانبية. القوانين بقى كلها، القوانين كلها مديني الأبعاد، مديني س نعتبر وصاد وعين، عاوز المساحة الجانبية. احنا قلنا المساحة الجانبية عبارة عن ايه؟ عن 2 قصدي عن محيط القاعدة في الارتفاع. محيط القاعدة في الارتفاع، محيط القاعدة 2 س زائد ص في الارتفاع اللي هو عين. عوض في القانون او عوض، 2 جذر 2 زائد جذر 3 وليكن كده، بس لازم نلتزم بال يعني واخدين الارتفاع جذر 6 ناخد الارتفاع جذر 6 ما نغيرش. نضرب جذر 6 هنا يدينا جذر هنا 18، جذر 18 زائد الجذر 3 في 6 2 في 6 ب 12 ثواني 2 يبقى 2 جذر 12 زائد 2 18، معلش اتلخبط. بس اي حاجة انا بحلها لازم بعد ما تخلصوا كله لازم تتأكدوا من الارقام، علشان ممكن اغلط في رقم ولا حاجة فكده يعني. 2 جذر 12 زائد 2 جذر 18 لو احنا بسطناها خالص يعني عبارة عن 2 12 دي 3 في 4 تمام كده تحت الجذر، ودي بردك 2 دي 2 ممكن تبقى 3 كام، 2 في 6 او 2 في 9، 2 في 9 18 دي عبارة عن 2 في 9، وبالتالي 9 دي هتخرج من بره الجذر تضرب في 2 تبقى 2 في 3 في 6 جذر 2، والأربعة دي تخرج من تحت الجذر باتنين يبقى أربعة جذر تلاتة، وبالتالي هتبقى في الآخر عبارة عن أربعة جذر تلاتة زائد ستة جذر اتنين سنتيمتر مربع. دي المساحة الجانبية. متوازي المستطيلات أسئلته يعني مليانة شوية، علشان محيط القاعدة في الارتفاع والمحيط، وده وده مستطيل ففي بعدين، فالحكاية بتبقى كبيرة شوية.
المساحة الكلية بقى قلنا المساحة الجانبية اللي احنا لسه جايبينها زائد ضعف مساحة القاعدة، يعني عبارة عن نجيب ضعف بقى مساحة القاعدة على طول، 2 س ص، 2 س ص. هنا باتنين بجذر 2 في الصاد بجذر 3 مثلا، جذر 3، ونعوض بقى في القانون ونقول ايه كده الكلية هتساوي اللي حليناه المرة اللي فاتت، اللي هي 4 جذر 3 زائد 6 جذر 2 زائد 2 جذر 6. دي عبارة عن المساحة الكلية، دي عبارة عن المساحة الكلية. طبعا نترجمها بالسنتيمتر مربع. بعد كده بقى هو عاوز الحجم، الحجم سهل، ما أسهل الحجم في كل الأشكال. الحجم وقلنا ان الحجم هو اسهل حاجة، الطول في العرض في الارتفاع. وبيقول نمسح بس ده كده. السؤال اللي بعده بيقول متوازي مستطيلات ارتفاعه 4 جذر 3، مديني العين. ادام هو محدد الارتفاع فلازم التزم بكل الأطوال 4 جذر تربيعي ل3 سنتيمتر، وقاعدته مربعة الشكل، مربعة، خلي بالكم مربعة، القاعدة هنا مربعة، يعني هنا كده القاعدة والسطح اللي احنا اللي هي ضعف القاعدة عبارة عن مربع. طول ضلعها لام، قصدي اللام هنا يعني يعتبر 6 سنتي. فهنا يعتبر السين والصاد، لما نلاحظ ان هنا دي مربعة ودي مربعة، فهنلاقي ان السين بتساوي الصاد، لان ده مربع، ده هنا الحتة اللي تحت دي والحتة اللي فوق مربع، تمام. اللي في الاجناب دي مستطيلات عادي. فهو عاوز المساحة الجانبية. احنا قلنا المساحة الجانبية عبارة عن المساحة الجانبية عبارة عن محيط القاعدة في الارتفاع، وعبارة عن 2 في القانون سين زائد صاد في عين، ده المساحة الجانبية. هو بيقول لي ان السين والصاد دول قد بعض، بيقول لي ان السين والصاد دول قد بعض، وطول كل واحد فيهم 6 سنتي، وبالتالي هنشيل السين نقول 6 ونشيل الصاد نقول 6 في 2 في عين اللي هو عطيهولي 4 جذر 3. يعني 2 6 6 12، 2 في 6 في 12 في 4 جذر 3 هيدينا في الآخر 96 جذر 3، 96 جذر 3 طبعا سنتيمتر مربع. احنا كده جبنا المساحة الجانبية. لازم نرسم الشكل قدامنا علشان نحله صح. نرسم الشكل اللي هو مديهولي علشان نحله صح. عاوز بعد كده المساحة الكلية. المساحة الكلية عبارة قلنا عن المساحة الجانبية زائد ضعف المساحة. طب ضعف مساحة القاعدة احنا قلنا ده مربع فوق ومربع تحت، بس تحت طبعا مش شايفينه. ضعف مساحة القاعدة هو قانون المساحة الجانبية 2 س ص، نكتبه تاني في عين، زائد 2 س ص زائد 2 س ص. طب ما 2 س ص اصلا زي بعض، يعني عبارة عن 2 س تربيع مثلا، ممكن نكتبها كده، ممكن نقول 2 س تربيع. دي جبناها كلها 96 جذر 3 زائد 2 س او لام، نعتبره لام، نعتبره
نعتبره لام لان ده مربع لام تربيع. فايه فاللام عندنا 6، يبقى 2 في 12 96، جذر 3 زائد 2 في 12 يعني هيدينا في الاخر 96 جذر 3 زائد 72، بس كده. وطبعا التمييز بتاع كله، التمييز بتاع كله عبارة عن ايه؟ سنتيمتر مربع. المطلوب التالت هو عاوز حجم الشكل ده. قلنا حجمه هو مساحة القاعدة في الارتفاع. طب مساحة القاعدة اصلا عبارة عن مربع، يعني مساحة القاعدة بتساوي لام تربيع في الارتفاع اللي هو عندنا بكام؟ 4 جذر 3. طبعا عمر انا 4 جذر 3 في المربع اللي هو الطول حرفه لام، يعتبر لام تربيع اللي هو 6 تربيع، يعني هيساوي في الاخر 4 جذر 3 في 6، يعني عبارة عن 144 الجذر التربيعي لتلاتة سنتيمتر ايه مكعب. ده ايه؟ ده حجم، حجم ماشي، الحجم سنتيمتر مكعب. ده كده السؤال الثاني، خلصنا كده السؤال الثاني. السؤال الثالث، السؤال الثالث بيقول متوازي مستطيلات حجمه 24 سنتيمتر. ولما يقول لي المتوازي المستطيلات اروح ارسم على طول المتوازي المستطيلات. طبعا اللي هي ايه الازرق اللي هناك ده طبعا احنا ما نشوفوش، نرسمه من الاول وجديد. هو عبارة عن كده مستطيل فوق مستطيل تحت. طبعا المسألة اللي فاتت طبعا تختلف عشان كان فوق وتحت مربع. ده هنا كده متوازي مستطيلات، ادي مستطيل، مستطيل فوق طبعا يوازي القاعدة بالمنظر ده. طبعا نقط كده عشان احنا مش شايفين الحاجات دي اصلا باعتبار ان احنا مش شايفينها. المهم بقى الشكل ده متوازي المستطيلات حجمه 24 سنتيمتر. عندنا الحجم يساوي 24 سنتيمتر مكعب. بعد ده قاعدته 2 و3 سنتي، يعني هنا 2 وده 3 سنتي، او ده 3 سنتي وده 2. اوجد ارتفاعه ومساحته الكلية. عاوز عين المرة دي مديني الحجم، عاوز عين. وبعد ما نجيب العين عاوز مساحته الكلية، يعني عاوز المساحة الجانبية، وبعد كده نجيب المساحة الكلية. نجيب العين ازاي؟ سهلة. الحجم على طول بيساوي الطول في العرض في الارتفاع، 3 في 2 في عين. وبالتالي العين هتساوي 24 على 6، يعتبر كده هتدينا 4 سنتيمتر. ده العين، جبنا العين بقت 4 سنتيمتر. عاوز بعد كده المطلوب التقليدي اللي بيطلبه المساحة الكلية. المساحة الكلية مكونة من المساحة الجانبية، وهي عبارة عن محيط القاعدة في الارتفاع، وهو عبارة عن 2 س زائد ص مضروبة في عين. دي المساحة الجانبية. بعد ما نجيب المساحة الجانبية نجمعها على ضعف مساحة القاعدة اللي هي 2 في 3 في 4. المساحة الجانبية اهي، يبقى 2 في 3 زائد 2 في عين، 4 لسه جايبينها، 2 في 5 10 في 4، يعني بتساوي 40 سنتيمتر مربع. دي الجانبية، المساحة الجانبية. بعد كده المساحة الكلية هنجمع دي زائد 2 س ص، يعني 2 في 3 في 2، يعني 4 ب 12، يعني 12. يبقى المساحة الكلية عبارة عن 12 زائد 40، هيدينا 52 سنتيمتر ايه مربع، سنتيمتر 52 سنتيمتر مربع. وبكده يكون انتهى السؤال رقم 3. عندنا سؤال 4 و5
رقم 4، متوازي مستطيلات قاعدته مربعة الشكل. برضك تاني، قاعدته مربعة الشكل، يعني فوق وتحت مربع، إنما في الأجناب مستطيل، يعني ده لام وده لام وده لام، ده لام وده لام وده لام، إنما هنا عين في الارتفاع، وده طبعا ايه مستطيل في الجناب في الجوانب بس، انما فوق وتحت ايه مربع، فوق وتحت ايه مربع. فاذا كان حجمه بيساوي 720 مدينا كمان الحجم وارتفاعه، ومدينا الارتفاع اللي هو عين 5 سنتي، اوجد مساحته الكلية. طيب احنا كده من الحجم قلنا هنشوف اللام، اصلا الحجم بيساوي طول عرض في ارتفاع، الحجم بيساوي س في ص في عين. بيقول لي س وص دي، مش احنا كنا بنحط هنا س واحنا كنا بنحط هنا ص؟ بيقول لي س وص دول قد بعض، لان هنا ده مربع فوق اللي فوق ده مربع، يعني الس بتساوي الص، وبالتالي هنقول لام تربيع مثلا في عين. والحجم مدينا هو الحجم ايه 720 سنتيمتر مربع مكعب، قصدي اللام تربيع دي اللي احنا مش عارفينها في عين اللي هو 5 سنتي، خمسة سنتي، وبالتالي اللام تربيع بتساوي 720 على 5، وبالتالي هتساوي 144. طبعا دي مساحة القاعدة يعتبر كده، يبقى طول الضلع القاعدة أو طول يبقى اللام هتدينا 12 سنتيمتر، يبقى ده طول الضلع القاعدة أو طول الضلع ايه المربع اللي فوق أو اللي تحت. احنا هنا جبنا كده اللام أو جبنا السين والصاد الاتنين مع بعض كمان، عاوزين بقى ايه، هو عاوز مساحته الكلية. كده اللام أو السين والصاد بتساوي 12 سنتي، ودي 12 سنتي، عاوز المساحة الكلية. عادي نجيب الايه الجانبية الاول، الجانبية كنا بنقول قانون 2 س زائد ص في عين، الاتنين دول قد بعض، يعني 2 في 2 لام في عين، صح كده، دي لام ودي لام، على اعتبار ان دي لام ودي لام يبقى 2 لام، يبقى 4 لام في عين. واللام اللام بقى عندنا ب14، ب12 قصدي، اللام ب12 والعين 5، يبقى 4 × 12 × 5 هيدينا المفروض المساحة الجانبية. طيب المساحة بقى الكلية كنا بنقول زائد 2 س ص، صح، كنا في الكلية كنا بنقول 2 س ص أو 2 لام تربيع أو 2 في 144، بنجمع بقى كله على بعضه دوت هيدينا ايه المساحة الكلية، هتدينا 528 سنتيمتر ايه مربع، يعني دي ايه مساحة. السؤال الخامس، أيهما أكبر حجما، مكعب مساحته الكلية 294 سنتيمتر مربع، أم متوازي مستطيلات أبعاده 7 × 2 = 5 × 2 = 5 سنتي، أيهما أكبر إيه حجما؟ يبقى إحنا هنجيب حجم الاتنين ونشوف أني أكبر حجم فيهم. طيب بيقول في الأول الأولاني مكعب مساحته الكلية، جايب المساحة مديني المساحة الكلية اللي هي بتساوي 6 لام تربيع، بتساوي 294، على طول نعوض في القانون 6 لام، يبقى اللام تربيع عبارة عن 294 على 6، يعني هيدينا اللام تربيع بتساوي 49، وبالتالي اللام بتساوي 7 سنتي. جبنا اللام، عاوز ايه من اللام؟ عاوزين حجمه، عاوزين حجم، قصدي عاوزين حجم ايه المكعب، وبالتالي حجم المكعب اللام تكعيب هيدينا 7 × 3، يعني 343 سنتيمتر ايه مكعب. جبنا اللام نحتفظ بيها علشان احنا لسه هنجيب حجم متوازي المستطيلات،
نشوف بقى مين فيهم الأكبر، نقول إيه إن الشكل ده أكبر من التاني عشان حجمه أكبر من التاني. حجم متوازي المستطيلات أبعاده، يبقى الحجم قلنا إيه؟ الطول في عرض في الارتفاع، يعني 7 جذر 2 في 5 جذر 2 في جذر في 5. نضرب 7 × 5 = 35 في 5 × 2 هيدينا في النهاية 350 سنتيمتر مكعب. وحجم المكعب التاني كان 343 سنتيمتر مكعب. أنا الأكبر فيهم، الأكبر فيهم اللي هو حجم متوازي المستطيلات 350. وبالتالي بعد كده هنقول له إذا حجم متوازي المستطيلات أكبر من حجم المكعب، وبكده يكون حددنا أني أكبر فيهم حجم. مسألة برضك كويسة جدا 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 جدا. إن شاء الله نحل المسألة الأخرانية. المسألة الأخرانية مسألة روعة جدا، نحلها ونكون كده خلصنا الدرس اللي عندنا. آخر مسألة في متوازي المستطيلات، مسألة كويسة جدا، فكرتها حلوة قوي. بيقول قطعة من الورق المقوى مستطيلة الشكل بعدها 25 سنتيمتر. والناحية التانية 15 سنتيمتر، أكنها عاملة زي مستطيل كده. بس بقى قطعة من كل ركن من أركانها الأربعة مربع طول ضلعه 4 سنتيمتر. يعني كده زي ما احنا شايفين كده قطعنا الحتة دي والحتة دي والحتة دي والحتة دي منها، وبالتالي بقت ايه بالشكل دوت. بعد كده بيقول ثم طوية الأجزاء البارزة، اللي هي الأجزاء اللي هي البارزة دي، دي الأجزاء البارزة زي كده، ما هنرفعها أكننا بنرفعها من الورقة اللي احنا شايفينها دلوقتي، طويناها يعني بحيث ايه لو كده ممكن تعملوها عملي، تجيبوا كده ورقة وتقطعوها من الجناب زي كده 4 سنتي 4 سنتي 4 سنتي، وتحاولوا تقوموا الحتت دي، الحتت دي البردة دي، علشان تبقى ايه على شكل متوازي مستطيلات او على شكل عربة الكبريت زي ما ممكن تعملوها. يعني عاوز يوجد شكل متوازي المستطيلات وحجم ومساحته الكلية. اولا انا شايفة كمان ان هو طبعا ملوش قاعدة فوق، هو هيتني الحتة دي كلها هتتني كده، هتتني هتبقى عبارة عن الشكل ده. بعد كده طيب احنا لما تنينا ورفعنا المنطقة دي ورفعنا المنطقة دي ورفعنا المنطقة دي ورفعنا المنطقة دي، طبعا العرض بتاع الشكل عندنا هيختلف. ليه؟ ده احنا رفعنا هنا 4 سنتي ورفعنا هنا 4 سنتي بالنسبة للخمسة وعشرين، فبالتالي احنا نقصنا من العرض 4 سنتي هنا واربعة سنتي هنا، وبالتالي العرض اللي هو 25 ده هنطرح منه ايه ناقص 8. ده ادي الضلع اللي هو الكبير. الضلع التاني اللي هي 15 بردك هنرفع الضلع ده وهنرفع الضلع ده اكنها موقفينه على الورقة اللي احنا بنشرع عليهم، وبالتالي تبقى 15 ناقص كمان 8، وبالتالي في ضلع هيبقى 17 سنتي اللي هو كبير، وفي ضلع يبقى 7 سنتي. دي الايه اطوال الجديدة او الابعاد الجديدة بعد ما ايه طوينا الورقة وبقت على شكل ايه متوازي ايه مستطيلات زي ما احنا شايفين. عاوز كمان عاوز بقى ايه، عاوز حجمه وعاوز مساحته الكلية. طيب حجمه بيساوي الطول في العرض في الارتفاع. طب احنا عندنا الارتفاع كمان ايه، تلاحظوا ان هو المنطقة دي طويت يعني طلعت 4 سنتي، احنا مش طويناها الحتة دي خلاص هنطلعها، فبالتالي هي هتقف
على 4 سنتي، وبالتالي الارتفاع عندنا ايه؟ 4 سنتي. الحجم هنضرب الطول في العرض في الارتفاع، 17 × 7 × 4 تمام، هيدينا 476 سنتيمتر مكعب. المساحة الكلية هي عبارة عن ايه بقى؟ المساحة الكلية كنا بنقول محيط الايه، بنجيب المساحة الجانبية الاول. طب المساحة الجانبية عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 س + ص / ع، يعني عبارة عن 2 × 7 × 17 × 4، دي المساحة الجانبية. خلاص خلصناها. المساحة الكلية بقى، طبعا احنا عندنا قاعدة واحدة بس، احنا طوينا البتاع ومفيش اصلا ايه، مفيش سطح عندنا في المسألة دي، ماشي. فبالتالي هنجيب ايه؟ هنجيب مساحة ايه؟ القاعدة. طب مساحة قاعدة واحدة، احنا كنا بنقول ضعف مساحة القاعدة، بس احنا عندنا قاعدة واحدة بس هنا، واحدة تحت، انما اصلا لما طوينا مفيش حاجه فوق، عامله زي ايه؟ علبه الكبريت اللي من غير ايه، من غير سقف. فبالتالي هنحسب بس قاعده واحده، فبالتالي هتبقى ايه؟ × 17 × 7، قاعده هنا 17 وهنا ايه الابعاد 17 × 7 تمام كده. نجمع ده زائد ده هيدينا في الاخر 311 سنتيمتر ايه مربع. طبعا كاتب مكتوب يعني في الحل بتاع المسألة ان هو ايه بدون غطاء، لان هي ايه من غير غطاء. كده يبقى خلصنا المسائل بتاع متوازي المستطيلات. ودي مسألة يعني حلوة قوي وفكرتها حلوة. هو كده تسجيل، معلش التسجيل توقف. يبقى ان شاء الله نكمل ان شاء الله في الاسطوانة الدائرية القائمة. ودي في مسائل كتيرة زي كده مش محلولة، بس هي دي عشان فكرتها كويسة. نكمل ان شاء الله بقى في الاسطوانة الدائرية، وافكار تانية جميلة وسهلة ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما ابدا.